السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الأفاضل أينما تكونوا وتتابعون بثنا على قناة سهيل. الثورة التي ما زالت تحمل على عاتقها عملية التغيير في البلد لإنجاح مرحلة الحوار التي بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل اصطفاف وطني واصطفاف شعبي واصطفاف إعلامي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، كما رأينا ذلك الاصطفاف الرائع الذي رأيناه السياسي الجميل رأيناه داخل الحوار الوطني. أيضا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لاصطفاف أكبر وأعظم وأجمل من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر طبعا بظروف صعبة جدا. أهلا وسهلا بكم على برنامج 10 و10، ورمضان مبارك مقدما طبعا، لأنه إحنا من 15 شعبان يفترض خلاص نبدأ نرحب برمضان يعني. إذا سنتابع الليلة على برنامج 10 و10 محورين رئيسيين: دور الشعب والقوى الوطنية في مساندة الدولة، ألا تتطلب المرحلة الراهنة الاصطفاف الشعبي والوطني إلى جانب مؤسسة الرئاسة والجيش؟ وما الذي يتوجب على القوى السياسية والقبلية والمجتمعية والإعلامية لمواجهة التحديات بعد المحاولات الانقلابية الفاشلة؟ وهل سيفيق صالح وحلفاءه من أحلام العودة إلى الماضي بعد أن عرف الشعب طريقه؟ مصادر دعم العنف في اليمن، من يقف وراء تمويل جماعات العنف في اليمن بالمال والسلاح والإعلام والمعلومات؟ وما حقيقة أن إيران تدعم وتمول الجماعات التخريبية والانقلابية في البلاد؟ وكيف ستتعامل لجنة العقوبات الدولية مع داعمي العنف والإرهاب في اليمن؟ وهل سنشهد خطوات تصعيدية رئاسية أخرى تجاه داعمي العنف في اليمن؟ إذن مشاهدينا الأفاضل، محوران رئيسيان كالعادة على برنامج 10 و10. محورنا الثاني سنتحدث عن مصادر دعم العنف في اليمن، مصادر الإعلامية، المصادر المالية، المصادر السياسية المعلوماتية، مصادر مختلفة طبعا. وهناك من يريد أن يصور هذه الأيام يخلق فتنة بين اليمن ودول الخليج وما إلى ذلك، لكن القضية الرئيسية سنتحدث مع باحثين هنا لنتحدث عن مصادر الدعم، من أين يأتي هذا الدعم لجماعات العنف، وأخيرا المخططات الانقلابية في اليمن. سيكون ضيفي العزيز هنا الأستاذ القدير الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري، وأيضا سيكون معنا على الهاتف الأستاذ القدير الخبير والباحث في شؤون النزاعات المسلحة الأستاذ القدير علي الذهب. أما في محورنا الأول دور الشعب والقوى الوطنية في مساندة الدولة، تحرص المؤسسة الرئاسية والدفاعية والأمنية في اليمن على استكمال تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره، إنما يدل ذلك وما يحصل على تصميم صادق على عدم إتاحة الفرصة أمام أي مجموعات تخريبية في البلد من الفرصة من العقاب أو احتمال إعادة تجميع عناصرها أو تنظيم صفوفها لتعيد الكرة في استهداف الوطن والإضرار بمصالح المواطنين. من هنا تأتي أهمية التأكيد على استمرارية التضامن والاصطفاف الوطني في مجابهة عناصر الإرهاب والتطرف من تنظيم للقاعدة وأيضا جماعات العنف الحوثية وأيضا الجماعات الانقلابية الذين يخططون للإضرار بمصالح الوطن وتعطيل وتيرة التنمية، فضلا عن مرحلة أو محاولة عرقلة مناخات التسوية السياسية المتكنة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والإجماع الأممي في دعم تجربة التحول السلمي في اليمن. على الجميع أن يدرك أن المرحلة الآن تتطلب تضافر كل الجهود في الفترة المقبلة على أساس التوافق والتسامح، كما تتطلب تفاعل النخب السياسية أو عدم الانجرار وراء أي خطاب يتلمس الأعذار والمبررات لعناصر الشر والإرهاب والانقلاب لإطالة أمد عمرها أو استشراء جرائمها. في هذا المحور مشاهدينا الأفاضل دور الشعب والقوى الوطنية في مساندة الدولة، سرحبوا معي مشاهدينا الأفاضل بشيخ القدير والفاضل وضيفنا العزيز محافظ الجوف السابق الأستاذ القدير الشيخ علي الصلاحي. أهلا وسهلا بك يا شيخ. حياكم الله. يا مرحبا. بقاكم الله. ونهنيك برمضان مقدما يعني. بارك الله فيكم، بارك الله لكم في شعبان وبلغكم رمضان. آمين يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله يجعلوا قدومه قدوم خير إن شاء الله على اليمن واليمنيين والعالم أجمع بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله.
مشاهدينا الافاضل، طبعا هناك ايضا في فقط تعليق نريد ان نعلق. هناك اكثر من خبريه، يعني انه القوات الحرس عملت، قوات الحرس الرئاسي صارت، يا اخي هذه دوله وهذا رئيس وهذه قوات الحرس من حقها انها تذهب اي مكان، ومن حقها انها تعمل اجراءاتها الامنيه، ومن حقها انها تتخذ اي اجراءات امنيه لحمايه البلد، لحمايه الناس، هذه مهمتهم. يعني أنا بستغرب جدا من كثير من الغرف الإعلامية أو كثير من الصحافة أو كثير مش عارف مين وكذا، الحرس الرئاسي عمل الحرس الرئاسي. إحنا الآن في إطار هناك كثير جدا من مخططات في البلد يا جماعة، الرئيس هو أعرف بذا الكلام، أيضا القيادة السياسية أيضا يجب هناك يعني هذا الموضوع بحاجة إلى مساندة كبيرة جدا من أجل الحفاظ على أمن اليمن، من أجل الحفاظ على يعني فجأة فرصة مخططات أمامكم. ما زال مشهد للأسف الشديد، وهذا ما نستغرب له كثير، يعني انه هناك من يريد ان يفجر الوضع، يعني فجأة في صنعاء، هناك الان في عمران ايضا اخواننا الحوثيين ايضا يفجرون الوضع وما زالوا يفجرون، يعني ايضا القاعدة من جهات تستهدف الجيش والامن في عدن، في غير في محافظات اخرى ايضا. يعني هذا شيء، اللعبة الثلاثية اللي في اليمن اصبحت واضحة مكشوفة للناس، ما عاد في داعي يعني ان احنا نضع على عيوننا غطاء مش عارفين، علينا ان نتساعد، نتساند مع بعض لمرحلة قادمة. نحن نمد يد السلام ونمد يد الحوار ونمد، هذه هي اليد، يد الثورة الشبابية الشعبية حملت على عاتقها هذا الشعار. ومن هنا أنا حلقتي اليوم ستتحدث عن دور الشعب والقوى الوطنية مختلفة، الأحزاب، ما إلى ذلك، طبعا على هذا الموضوع مع ضيفي العزيز الشيخ علي بن ناجي الصلاحي. شيخ علي، بنشوف مشهد قدامنا، يعني الآن محاولة للانقلاب في صنعاء، محاولة لإسقاط محافظات عمران وما إلى ذلك، تفجير وضع في الجنوب، يعني كيف تقرأ هذا أنت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الدعوة. أهلا وسهلا بك. شكرا لقناة سهيل، هذه القناة التي تهتم بشؤون اليمن، بشؤون المواطن دائما. هذه القناة لو لم تكن موجودة أيام الثورة لطمست الحقائق وظهر الباطل والدجل والتضليل وقلب الحقائق لصالح أعداء الثورة. فشكرا مرة أخرى لقناة سهيل وقائمين عليها. الله يحفظكم، وشكرا لكم أنتم أيضا لدوركم العظيم في الثورة، المشائخ والقبائل والمواطنين والمرأة وكل الدور العظيم الذي شفناه في الثورة، وترك الناس كلهم بنادقهم في بيوتهم يعني. نعم نعم نعم. أما الوضع الحالي المعروف لدى الجميع، في تحالف ثلاثي. التحالف الثلاثي هذا يتكون من علي عبد الله صالح ومن معه من المؤتمر، لا نقول المؤتمر الشعبي العام، لكن جزء من المؤتمر الشعبي العام لا يزالوا متمسكين مع علي عبد الله صالح. والحوثي والقاعدة والحراك الجنوبي المسلح رباعي، أربع جهات. أربع جهات تحالفوا وكلهم في قبضة علي عبد الله صالح، كلهم يسيرهم علي عبد الله صالح، هم يريدوا يستفيدوا منه وهو يريد يستفيد منهم، مع عدم الثقة فيما بينهم، مش واثقين في بعضهم البعض، لكن يريدوا يعني لهم هدف معين يجتمعوا عليه، وهو إجهاض الثورة وإدخال اليمن في كما وعد بها علي عبد الله صالح قبل يسلم السلطة، وعد بالعرقنة، وعد بالصوملة، وعد من طاقة لطاقة، بالحرب من طاقة لطاقة، وعد بالإمامة، وعد بالقاعدة، وعد يعني هو الآن يفي بوعده. سلم محافظة، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلم محافظة أبين وبعض شق من محافظة الشبوة للقاعدة تسليم في 2011، هذا وعده ماسك السلطة، يعني بدأ يحقق ما وعد به وعده في السلطة. الآن الرجل يفي بوعده. الجماعة يحصلوا منه على دعم بالنسبة للحوثي، يحصل منه على سلاح، على ذخيرة، على لأن الرئيس السابق قد ملك اليمن أرضا وإنسان،
واعتبرها ملكية خاصة، واستطاع أن يغالط اليمنيين ويحكمهم 33 عام. وتصور أنه قد أجهز على الأمور، وثبت فعلا، ثبت أموره وثبت الإعداد للتوريث لابنه، الأسرة كامل، واعتبرها قلت ملكية خاصة، واعتبر أنه خلاص انتهى الخطر، ولا بقي له إلا يجهز الأمور لولده. في حينما جاءت الثورة كان صعب عليه، صعب يفك هذه المملكة التي قد سيطر عليها ومدجناها عليها في خلال هذه الفترة الطويلة، ولم يتنازل إلا بشق الأنفس بعد ما تدخلت دول الخليج والمجلس الأمم المتحدة والأمن الدولي، وأعطي حصانة. أول رئيس تقوم ضد ثورة يعطى حصانة ضد المحاسبة. يمكن كان جو اليمن حل قبلي يعني. كانت وساطة، زي الوساطة القبلية. نعم. زي الوساطة القبلية يعني. نعم. لكن المشهد اليوم، المشهد هذا الذي نراه نحن الآن، مشهد هل يمكن لعلي صالح أو لأتباع علي صالح الذين طبعا ما زالوا يحلمون بالماضي أنهم يقومون بهذا الدور كله الآن؟ يعني أنهم يرتبطون مع الحوثي، يرتبطون مع القاعدة، ما هي الإمكانات التي عندهم يعني؟ عندهم إمكانات وعندهم حقد على الشعب. أما عودته للحكم هو يعرف أن هذا مستحيل، لكن يعني من شدة الحقد يريد أن يحرق هذا الشعب، يدمر الشعب، ينهي الشعب. ما دام موجود فستظل المشاكل قائمة. أما أنه يعود للحكم هذا كلامه يفهمه الجميع. والجماعة يمشوا به مرحلة، الحوثيين يمشوا به مرحلة، القاعدة يمشوا به مرحلة، هو يريد يمشي بهم مرحلة، وهم كذلك أجمعوا كلهم ضد الشعب، كلهم أجمعوا ضد الشعب، ضد الثورة. لكن قضية أنهم ينتصروا أو يعودوا، هذا كلام بعيد، إنما عراقيل، وما فيش مشروع ذو أهمية، ذو شوارد، ذو قيمة، إلا ويكون له عراقيل، تكون أمامه مطبات، تكون أمامه مشاكل وصعوبات. لكن أمام صمود الشعب وقيادة الشعب السياسية، ستتحطم مآمرات المتآمرين، مآمرات الحاقدين، مآمرات سواء من الداخل أو من الخارج. بس نبقى بحاجة إلى توحيد الصف. كيف ممكن هذا يتم، توحيد الصف؟ وما هو الدور الذي يفترض أن يقوم به جميع الناس، مشايخ، قبائل، علماء، إعلاميين، ما إلى ذلك؟ بنتحدث احنا وياك، بس خلينا نشوف انا وياك تقرير زميلنا وديع عطاء حول دور الشعب والقوى الوطنية في مساندة الدولة. مش جاهز. اوكي، اذا نرجع لك يا شيخ. في استطلاع كمان يا شباب، نشوف الاستطلاع اول. استاذ عاصم، اوكي، اذا برجع لك يا شيخ. اوكي، ما هو الدور، ما الذي يفترض الان مثلا الان من الناس؟ الان في محاوله ما زالت داخل عمران لاسقاط محافظه عمران من قبل الحوثيين، في محاوله لتفجير الوضع، وانتم شفتم امام عينكم طبعا محاولات تفجير الوضع في صنعاء، وايضا محاولات استهداف وذات داخل الجنوب. يعني ما هو الدور الذي ممكن يقوم به الناس؟ الدور الذي يمكن يقوم به الناس، الشعب صاحب الثورة وحامي الثورة وسيحم الثورة، مهما تآمروا الحاقدين ومهما تصوروا لهم أنهم يعيدوا عجلة التاريخ للوراء، يعني أوهام. أما دور الشعب، في دور الشعب معروف، ولعلك اطلعت على موقف الشعب في يوم الأربعاء الماضي، حينما أرادوا أن يقعموا الشعب في 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 دعوة شيطانية، دعوة تآمرية، دعوة يعني ايش، تخرجوهم عن الصف اللي خرجوا من أجله، لأنهم خرجوا من أجل حقوقهم، خرجوا من أجل حقوقهم. لكن اتضح أن الشعب قد وعى، لم يعود شعب القطران كما يتوقع الحوثي وعلي عبد الله صالح،
الشعب أصبح واعي، أصبح يحس بمسؤوليته، يعرف مصلحته، يعرف من أين ضرره من أين منفعته. ولهذا فشل الحركة، فشل الانقلاب الذي كان سيقوم في صنعاء، رغم ما قد حصل من تشويش المؤامرات وفي بعض المحافظات ترابط مع ما حصل في العاصمة وفي أمانة العاصمة وفي صنعاء، في مارب، في الحديدة، في بعض المحافظات، لكن الشعب وعي والشعب صحى. ولهذا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لا إله إلا الله. وطفأت نيران قبلها، كم قد حاولوا محاولات، لكن هذه الأخيرة حق الربوع كانت أوضح، ففضحهم الله. وهذا نصر للثورة والثوار، تأكد من عاد عنده شك، من عاد عنده أمل أن علي عبد الله صالح سيترك البلاد والعباد، من عاد عنده أمل في التحالف هذا أنه سيترك المجال لليمنيين يعيشوا حياتهم ويدبروا أمورهم، اتضح لهم بما لا يدع مجال للشك أن هؤلاء أعداء الشعب، ولا بد من تحديد موقف معهم، لا بد من تحديد مواقف معهم، كل فصيل منهم على حدة. الحوثي موقف محدد الحالة، القاعدة هو حدد منها موقف الحالة، الحراك الجنوبي موقف محدد، علي عبد الله صالح هو الآن في الرئيس، يبدو أنه نفذ صبره، رئيس على ربه منصور هادي، لأنه قد صبر، يعني صبر ما يصبره غيره، ما يصبره بشر، وقد وحلم قد فاق حلم معا، لكن ما عاد بقى له محجة الآن، لم يبقى له محجة. فيبدو أن قد بدأ الحساب بينه وبين علي عبد الله صالح، ولعلهم يخرجوا بنتيجة. ما يحصل في عمران الآن تضامن مع علي عبد الله صالح هنا في صنعاء، يعني تفجير، إعادة مثلا تفجير أو إسقاط الهدنة أو فض اللي مش عارفه، يعني خرقوا الهدنة، خرقت الاتفاقية وسحبت الرقابة، سحبوا كاملا من نظرا لأن الحوثي لم يعد عنده لماذا في هذا التوقيت الحوثيون يعملون هكذا؟ تضامن مع ما حصل في صنعاء وما هو حاصل الآن من توتر موقف ما بين الرئيس وما بين علي عبد الله صالح. هو طبعا ليس مسألة توتر، هو مسألة حفاظ على البلد، ومن حق الرئيس أنه يتخذ كل إجراءاته من أجل الحفاظ على البلد، وهو تحت في مسؤوليته، هو رئيس الدولة. هم يعتبروا هكذا توتر. هم يعتبروا هكذا. إذن أوكي، راح نشوف التقرير أستاذ عاصم. إذن عفوا، انضم لنا الأستاذ عبد الهادي العزازي، الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة لقطاع. يا طب يا جماعة كلموني، الله يحفظكم يا جماعة. أوكي، نشوف تقرير زميلنا وديع عطاء حول دور الشعب والقوى الوطنية في مساندة الدولة. نذهب نشوف التقرير. الدولة ودرع الشعب الواقي من كل ما من شأنه المساس بهيبة وسلطة القانون ودعم المؤسسة العسكرية والشرطوية واجب وطني وأخلاقي. منذ شهر يخوض الجيش حربا ضد جماعات الغي والبغي والعدوان، يخوضها ليس لأجل الرئيس أو لأجل الوزير ولا من أجل قبيلة ولا حزب، يقدم بواسل الجيش أنفسهم وأرواحهم فداء للوطن حماية للشعب. نادى ثوار فبراير ولا يزالون ينادون لرفع مستحقات ورواتب أفراد القوات المسلحة والشرطة، ويمكن ذلك فقط بإعادة توزيع الأموال الهائلة التي تصرف لأصحاب الأرقام الوهمية، ولعل ذلك يكون قريبا. وحتى يتم ذلك لابد من أن يستمر الدعم الشعبي المعنوي والمادي إذا لزم الأمر لأبطال قواتنا المسلحة البواسل عبر القنوات الشعبية والرسمية بمختلف الوسائل. في عمران يتصدى الجيش بحكمة وعقلانية للاستكبار الحوثي، لا يزالون حتى اللحظة برغم الصلف الحوثي يتمسكون بموقف الدفاع عن حياتهم. لا يزال تحرك اللواء 310 وزملائهم المرابطين حتى اليوم في موقع حماية مصالح الشعب وللذب عن سيادة الدولة وهيبتها التي أمعن الحوثيون في انتهاكها. تتعدد صور الدعم المطلوب لمؤسسة الجيش، أدناها التعاون معهم بمعلومات عن المخربين أينما تواجدوا، وأعلاها التطوع بالمال والنفس معهم في مواقع البطولة والشرف إذا ما دعا داعي الوطن.
ولنا في أبناء أبين ولودر ومودية أسوة طيبة الذين ضربوا أروع مواقف الرجولة والوطنية بالوقوف جنبا إلى جنب مع إخوتهم وأبنائهم أبطال الجيش في معركة رد الاعتبار التي أطلقتها الدولة ضد فئات القاعدة وأنصار الشر. وبالطبع فإن رجال القبائل في الشمال لن يقلوا شهامة ورجولة إذا ما دعوا لدعم الجيش في أي حرب وطنية من شأنها درء الشر وكبح جماح جماعات الشر العميلة. إلى ذلك يبقى على رجال الإعلام واجب لا يقل أهمية عن واجب نزول ميداني يتمثل في الدعم المعنوي. ينتظر من وسائل الإعلام والصحافة الوطنية رسمية أو أهلية وخاصة أن تفضح كل تحركات العملاء، أن تعري مؤامراتهم وتكشف وسائل الزيف والافتراء التي تنسب الجيش وقاحة إلى الجماعة سين أو الحزب صاد. فالجيش جيش الشعب، وليس من الأدب اتهامه بالتبعية والعمالة. وقد صدق من قال: كل ينظر للناس بعين طبعه، فالعميل يرى الناس كلهم عملاء والتابع لن يراهم إلا كذلك. شكرا لزميلنا معد التقرير أيضا ودي عطاء، أيضا شكرا لقارئ التقرير الزميل العزيز أمين الغابري، شكرا لكل الزملاء على مساعدتنا في هذه الحلقة. شيخ علي الصلاحي، طب الآن بشكل عام أنتم طبعا أنت كنت محافظ الجوف سابقا وتعرف أنت يعني المحافظات وما إلى ذلك، يعني هل يمكن للحوثيين أنهم يسيطروا على محافظة عمران أو يسقطوا محافظة عمران أو يظلوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة يمارسون؟ هم سيظلوا يمارسون لكن يسقطوا محافظة عمران ما يمكن. سمعت في التقرير يعني مطلوب من الإعلام، مطلوب دور الإعلام. هو مطلوب من جهات كثيرة منها الإعلام. منها الإعلام، وهنا نريد نركز ونتكلم حول الإعلام. أنت رجل إعلام، ولو سألتك عن الإعلام هل تعلم من فيه إعلام في اليمن وطني يمني مهني؟ ماذا تجيب؟ خلاني أسألك أنا. يعني يختلف، بس الإعلام الوطني بشكل عام يعني في إعلام حمل على نفسه عاتق التغيير في البلد والثورة شبابية شعبية وما زال معها وما زال يظل معها، وفي إعلام رسمي. اليوم أنا بشكر طبعا وزير الإعلام على تصريحاته، كان في تصريحات الوزير الإعلام أنه لابد على الإعلام الرسمي أن يفعل، وفي إعلام للأسف يكفر ويتباهى بالتدمير والتفجير في البلد، وفي إعلام ينقلب على الرئيس وضد الرئيس ومعه رئيس ثاني غير الرئيس. هذا وهم الأكثرية، وهم الأكثرية ومعهم الزلط ومعهم الأجهزة ومعهم كل شيء. إذن هنا مربط الفرس. طالما والإعلام الأكثرية من الإعلام مرتهل للخارج، عميل للخارج، يخدم الخارج، يتقضى يزعزع الوطن، يتقضى أموال مقابل عمل تخريبي في داخل اليمن. نريد يعني هذا الموضوع نطرحه على الأجهزة الأمنية، على الدولة، على الحكومة، على ما هل هذا من الديمقراطية في شيء؟ هل من الحرية في شيء؟ لأنهم بيدعوا حرية الرأي، حرية التفكير، حرية الصحافة، حرية الإعلام. هذا مش حرية، هذا عمالة، هذا خيانة. لا يمكن السكوت عن هذه الخيانة. نحن نعلم أن فيها أكثر من 17 وسيلة إعلامية ما بين صحيفة وموقع وقناة. لا أكثر يعني أكثر. نعم. معه لا هذا يعني تتقاضى أموال من الخارج. خلينا يا شيخ، انت موجود معنا هنا وانا وياك بنرحب بالاستاذ القدير عبد الهادي العزعزي وكيل وزاره الثقافه لقطاع التراث اللامادي. استاذي الفاضل عبد الهادي، يا اخي حلو والله وكيل وزاره الثقافه لقطاع التراث اللامادي، هذا يشتي منك حلقه كامله نعرف هذا الموضوع يا استاذ عبد الهادي. سلام الله عليك. وعليك السلام اخي. التراث اللامادي هذا يشتي حلقه كامله نتكلم احنا وياك فيه به. ربما احيانا قد يكون اكثر، الموضوع موضوع مهم جدا ومرتبط بالهويه والشخصيه ومساله الوطنيه بشكل عام. نعم اخي. اذا ان شاء الله بتكون معنا في حول هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله عشان يفهموا الناس هذا الجانب المهم في البلد يعني ان شاء الله باذن الله. اوكي استاذ عبد الهادي، استاذ عبد الهادي انت تابعت معنا المشهد بل مشاهد مختلفه، تبادل ادوار مختلفه في البلد لزعزعه الامن، محاولات إرباك للمشهد في اليمن، لكن هناك فاق هذه المحاولة. القراءة أنا بتركها لك، يعني أنت كيف تقرأ المشهد وأيضا ما الذي يتوجب على القوى السياسية والوطنية والإعلامية وما إلى ذلك؟ يعني في البداية أعتقد
أعتقد أننا في مشهد فعلا صعب وحرج جدا. المشهد بشكل عام هناك ضبابية سائدة على المشهد السياسي اليمني، أعتقد أنها ممتدة أيضا حتى لدى القوى السياسية. اليوم نحتاج من القوى السياسية أولا تحديد موقف عام مما يجري في البلد، تحديد موقف عام من عملية التغيير، تحديد موقف عام من العنف، تحديد موقف أيضا من مسألة التنمية المعطلة داخل البلد وإلى أين تسير البلد، تحديد موقف من كمية الأسلحة، من تجارة السلاح، من المسألة الأمنية، أيضا من علاقات القوى السياسية ببعضها البعض. نحتاج ميثاق شرف وطني على مستوى الإعلام وفي العمل السياسي، نحتاج حركة إلى الأمام بدلا من حالة الصراع مع الخلف أو مع الماضي التي تسود كافة القوى السياسية. نحتاج موقف من المثقفين، من النقابات، من مؤسسات المجتمع المدني، نحتاج موقفا من كل يمني، موقفا منحاز للمستقبل. أنهك الناس، أنهكت البلد على هذه القوى التي اعتادت أن ترمينا في أتون الصراعات، أن تحدد موقفا من أطفالها، من الغد، من المستقبل، من جيرانهم، على الموجود على القوى المثقفة داخل البلد وعلى النخب السياسية أن تدفع ضريبة الوعي وتحدد موقفا قوي. المسألة لا تحتاج محاربات. اوكي يعني سيد عبد الهادي، سيد عبد الهادي القدرة على التحمل. اوكي سيد عبد الهادي، بس بالنسبة لتحديد موقف، ألا ترى معي أنه الحوار الوطني كان أجمل موقف موجود للجميع؟ يعني كان، والآن نرى قوى معينة بذاتها للأسف الشديد هي التي تدير عملية العنف في البلد، وآخرها أنت ما شاهدته طبعا للأسف من الذين استغلوا ظروف الناس ومآسي الناس في أحداث الأربعاء وما إلى ذلك. ما الذي يتطلب من هؤلاء الذين يديرون العنف؟ يعني محتاج أولا منا أن نحدد موقف من هؤلاء جميعا، أن نحدد موقف واضح وصريح وغير متوارد. محتاج من الجميع أن تقف خلف القيادة السياسية للبلد، ومحتاج من القيادة السياسية أن تعلن للناس صراحة ماذا يجري. على الجميع أن يتحرر من مفهوم الكواليس والقضايا السرية. عندما تحكم شعبا فأنت تحكمه ظهارا نهارا، علينا الخروج من مسألة الاتفاقات السرية وما يجري الحديث عن المسائل السرية. لا أعتقد أنها جزء من ثقافة أي حكم ديمقراطي في العالم. اوكي، ومن الذي هؤلاء جميعا على المثقف ان يحدد موقفا، هذا هو الاهم. اوكي سيد عبد الهادي، وما الذي يتطلب ايضا، بما ان احنا بنحكي عن قوى سياسيه، ما الذي يتطلب ايضا من الذين ما زالوا يحلمون يعني بـ 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 بالعوده الى الماضي، بالانقلاب على ثورتك، على ثوره الشباب، على ثوره الشعب اليمني، وما زالوا يؤمنوا انه لا، هذا اللي صاير أزمة، هذا اللي صاير فقط مجرد بين الأحمر والأصفر والأبيض، بين الألوان كلها في اليمن؟ يعني هؤلاء يحكمون بوجهة نظرهم هذه أنفسهم ولا يستطيعون حكم الآخرين. علينا أن نكون نحن صرحاء مع الشارع ليظل هؤلاء ضحايا أوهامهم. المسألة دارت ولم تعود إلى الخلف. هذه قضية يعرفها الجميع. اليوم هناك التزامات على كل هذه القوى أن تحترم التزاماتها وتوقيعاتها، وأن تعرف تماما أن المسألة السياسية ليست سن الكذب، ولكن هناك قضايا أخلاقية على الجميع أن يلتزم بهذه القضايا وأن يكونوا بمستوى هذه التوقيعات إن كانوا قيادات في الفعل. أما مسألة العودة إلى الماضي هذا أعتقد أنه خارج التاريخ وخارج سياق الحياة نفسها. أوكي، أسألك سؤال أخير باختصار يا سيدي الفاضل. يعني هناك دور يعني شعبي وقوى الوطنية في مساندة الدولة، لكن هناك دور خصيصا أنا بوجهه، وأنا بحيي من هنا كل المؤتمريين بلا استثناء يعني، لكن ما هو الدور المطلوب يا سيدي الفاضل من حزب المؤتمر الشعبي اليوم يا أستاذ الفاضل، خاصة يا أستاذ عبد الهادي وأنت عضو في اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، لم تحملوا ولم تعلنوا أن اجتثاث بينما المؤتمر، بينما الآن يصور إعلام النظام السابق انه هناك محاولات اجتثاث الان الايام هذه تصير للمؤتمر الشعبي العام. ما يصير داخل المؤتمر الشعبي العام، هناك صراع اجنحة داخل المؤتمر، لكن التواجد الاعظم من القيادة السياسية لهذا الحزب هي جزءا من مسألة الحركة الى الامام. على المؤتمر الشعبي ان يعي انه اول من جرى تحريره بهذه الثورة من هيمنة البعض وسيطرت بعض الاسر عليه. تحول المؤتمر الشعبي الآن إلى حزب سياسي
يمتلك قيادته بيد قيادته، عليها ان تعي هذه المساله، والمساله متروكه لهم لان هذا شان داخلي في المؤتمر الشعبي. استاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزاره الثقافه لقطاع التراث اللامادي وايضا عضو في اللجنه التنظيميه للثوره الشبابيه الشعبيه، شكرا جزيلا لك. شيخ علي بن ناجي الصلاحي، شيخ علي يعني هناك اليوم ضمن احنا دعوتنا يعني اللي بندعي فيها كلنا ندعي بعض، يعني الاحزاب تدعو ونحن وكلنا ندعو بعض الى ان احنا نساند الدوله ونساند الرئاسيه، بس كيف ممكن تكون المصداقيه؟ وين المصداقيه؟ يعني يجب ان نقول للظالم انت ظالم، يجب ان نقول للمخطئ انت مخطئ. يعني كلام مهم جدا. من المطلوب من الجميع ان يقولوا الحق وينصروا الحق، مش تقول كلمة وصرح بيتهم. اللي يعرف الحق يقول الحق وينصر الحق، يقف إلى جانب الحق. شرائح الشعب بدءا بالقبائل، القبائل دافعوا عن ثورة 26 سبتمبر وسيدافعوا عن ثورة 11 فبراير كما شاركوا فيها من قبل، سيدافعوا عنها وسيدافعوا عن الحوار الوطني وعن عملية التغيير. ما فيش خوف انه يجروهم للعنف حاشا، وسيضموا وسيصفوا صفا واحدا. هذا الكلام دار في مجالس كثيرة وفي اجتماعات كثيرة، دار بيننا وبين كثير من قبائل اليمن ومن علماء اليمن ومن مثقفي اليمن. يعني بالنسبة للاصطفاف الوطني الى جانب الرئيس، إلى جانب الدولة ممثلة بالرئيس ولا جانب الحكومة، من أجل إخراج البلاد، إخراج تنفيذ أولا تنفيذ هذا المخرجات، حسب ما يسموها المخرجات، أنا مخرجات الحوار الوطني، أنا أسميها نتائج الحوار الوطني. نتائج نعم. إيه. نعم. المهم هذا مضمون بالنظر موقف القبائل مضمون، والشريحة الأخرى الشباب هؤلاء لا يحتاجوا لمن يدعيهم. الشباب هؤلاء هم اللي دعونا، هم اللي علمونا كيف نثور، علمونا كيف نطرح. نحن حلفاء السلاح، طرحنا السلاح في البيت واضطرينا احرجوكم، احرجونا جميعا. نعم. احرجونا. تحيه من هنا طبعا لكل الشباب في اليمن، يعني بلا استثناء. يعني الشريحه الاخرى الثالثه العلماء مطلوب منهم دور واضح، دور واضح. انا اتهم العلماء، مش بكل العلماء، اتهم بعض علماء الزيديه بالتغاضي او بالتعاطف مع الحوثي، واتهم بعض علماء السنه بالتعاطف مع القاعده، وكلا الطرفين قتله. الحوثي يقتل في اليمني والقاعده يقتلوا اليمني، لا قتلوا امريكا ولا قتلوا اسرائيل، ولا نشتري يقتلوا امريكا ولا نشتري يقتلوا احد. ما هذا كما هم يدعون طبعا، هم يدعون على ادعائهم. هذاك الحوثي لا يحل القتل ابدا، يعني لا يجوز القتل، لكن احنا اقول حسب ما يدعون انهم كلهم يرفعون نفس الشعار، كلهم قتله لليمنيين، وليسوا قتله لاعداء لا يهودي ولا نصراني ولا، كلهم يقتلوا الجيش اليمني والمواطن اليمني. اذا على علماء الزيديه يحددوا موقف من الحوثي، يقولوا لها أنت متلبس أو منتحل اسم الزيدية، وأنت تعمل أعمال تتنافى مع الزيدية. اليمن عاش قرون زيدي وشافعي، ما حصل بينهم شيء، ولا تقاتلوا ولا دمروا مساجد، ولا شفت على عهدك أنت تدمير مساجد، ولا شفت ولا مساجد ولا مدارس ولا دور قرآن، ولا دمروا بيوت المواطن، ولا قتلوا المواطن، ولا قتلوا المرأة ولا الطفل، ولا عندنا في اليمن كان من 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 يهجر مواطن يمني. كلنا أهل وأسر، كلنا إخوان، ما حد يتنكر للآخر. نعم. حتى جاءت هذا الدعوة الفارسية وشكت العصا، فقصدي من هذا الموقف من هذا المكان أدعو علماء الزيدية بأن يحددوا موقف من ينتحل اسم الزيدية. الزيدية براء من هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثي، السنة براء من هذه الأعمال التي تقوم بها من القاعدة. القاعدة نعم. وكل التنظيمين هؤلاء لهم ارتباط بعلي عبد الله صالح، هو مؤسس الحوثيين، أسس الحوثيين مع حسين بدر الدين الحوثي، أسس الجماعة. والدليل أنه ضحى بخمسة بالجنود اللي كل اللي ماتوا في الحروف الست استشهدوا، ضحى بهم وضع يده بيد الحوثي. مؤسس بيده هو حسين بدر الدين الحوثي، اختلفوا في
المكرسي يحرق بأهله. اختلفوا فيما بينهم، بعض يقول انهم اختلفوا علشان ان الحوثي قال احنا مذهبنا لا يسمح بالتوريث وحسب الحساب علي عبد الله صالح، واحد بعضهم يقول انهم منعوه من القاء كلمه في جامع الهادي في صعده. انهم اختلفوا القوم، كان الحوثي شاف الموقف استد. لكن نكمل كلامنا نكمل كلامنا بس بنشوف انا وياك الان اشرب ما يا شيخ، واحنا وياك عزمناك ما اليوم ها المفروض نعزمك قهوة. الله يسلمك إن شاء الله. الله يحفظك ويعافيك يا شيخ. نشوف أنا وياك والمشاهدون المحترمون الأفاضل، راح نشوف استطلاع زميلنا فارس الشعري، حديث الناس حول مساندة الرئيس والدولة والجيش في هذه المرحلة الصعبة. نذهب إلى الاستطلاع. ما على عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلا أن يتدخل التدخل اللائق ليحمي الوطن ويحمي البلاد من هذه الميليشيات التي تريد أن تزعزع أمن المنطقة والتي تريد أن تهدم مصالح اليمن وثروات اليمن. هذا الناس عارف أنهم يعني يقومون بتخريب الجوامع ودار القرآن وقتل الأطفال يعني ويهدموا البيوت. من الدولة ومن حكومة الوفاق أن تفرض هيبتها في الشمال وليس في الشمال وفي الجنوب. الدولة بس هيبتها وجبروتها على أي مخالف وعلى أي متخلف عن القانون. منصور هادي وزير الدفاع أن يحزموا أمرهم في مواقف عمراء، وأن لا يرخى الشبطي ماشي سوف توتي إلى عندهم، لا يقولون إنه جالس في عمران الحوثيين. التعاون بالإبلاغ عن أي جماعة مسلحة تقوم بالتخريب في هذا الوطن. كلام الناس واضح طبعا، انه الرئيس والجيش وكذا. طبعا الرئيس مش لوحده ولا الجيش وحده، كله بفئات المجتمع المختلفة، كلهم البلد لا نريد ان تنجر البلد الى العنف الى الاحتراب الى الاقتتال من اي طرف كان. والاطراف الان انكشفت، انفضحت للناس، واضحة الان من يريدون ان يسقطون المدن القرى، من يريدون ان ينقلبون على الرئيس على الدولة على الجيش على الامن، من الذين يصورون الجيش انه ميليشيات، من الذين يتهمون الجيش. انتم الان الذين يتهمون الجيش مش انت تتحرض ضد الجيش. الجيش. هذا تحريض ضد الجيت وايضا تحريض ضد الاعلاميين، تحريض ضد مش عارفه. اخر شيء، اخر دقيقه يا شيخ متروك لك طبعا، ما هي رسالتك اللي تقولها انت لن؟ رسالتي لكل من يحب اليمن ويحب الخير لليمن ويحب الخروج لليمن من ما هو فيه ويحب تقدم اليمن وازدهار اليمن وسلامه اليمن ووحده اليمن، بان يضم ويكون صادق في قوله وفعل، يضموا مع الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولته وحكومته. ورسالتي لمن يكرهوا اليمن، يكرهوا الخير لليمن، وكل ما وقدونا الحرب اطفاء الله، اقول لهم اذا اشعلت النار انها ستحرقهم ولن ينجوا منها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خير الماكرين. واكرر المطلوب من علمائنا الافاضل السنه والزيديه، كل جهه يحددوا موقف من هم ينتسب اليهم. علماء السنه يحددوا موقف من القاعده، علماء الزيديه يحددوا موقف. وانت تقصد ناس من العلماء وليس العلماء كلهم، لان العلماء واضحين، كثير منهم واضحين. لا لا. كل معظمهم ينتقدوا الحوثيين او ينتقدوا. اي بس ابغى يوحدوا موقف. طيب اوكي، اخر شيء من رئيس الجمهوريه، اليس على رئيس الجمهوريه ان يعلن قائمه سوداء بالمخربين وما الى ذلك؟ هذا ما طلبناه من زمان. وهذا الذي ناخذ على الرئيس، ما اخذ على من يعني نحسب هذا، نحسب للرئيس وثبات جيده ومواقف جيده، لكن التمادي والكتمان سيضر بالبلاد والعباد. مطلوب من الرئيس فتح الملفات وتقديم كشوفات المسيئين المجرمين لانها موجوده للقضاء، ليعرف الناس. والناس هي الآن ما شاء الله، الناس الآن عرفت والشعب عرف طريقة. ونقول للرئيس يشد حيله واحنا معه. شكرا والله معنا جميعا ومع الشعب اليمني ومع البلد والوطن إن شاء الله، ومع كل من ينشد السلام والمحبة في البلاد. شكرا جزيلا لك شيخ علي بن ناجي الصلاحي، أحد مشايخ محافظة مارب ومحافظ الجوف سابقا. شكرا جزيلا لك. وأنا وياك والمشاهدين الأفاضل بنذهب سوا، بنروح نشوف مصادر دعم العنف في اليمن مع زميلنا العزيز الأستاذ القدير الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري، وعلي الذهب الخبير والباحث في شؤون النزاعات المسلحة. نذهب إلى محورنا الثاني. شكرا.
مجددا اهلا بكم مشاهدينا الافاضل. ومصادر دعم العنف في اليمن كثير يتساءلون، يعني عندما يرون ادوار مختلفه لجماعات العنف في اليمن واخرها كان محاولات انقلابيه في البلد، يعني يتحدثون يتساءلون سؤال كبير جدا، يعني خاصه وهناك من الخبراء ايضا من يعلمون ويدركون ان المعارك او اي عمليه معينه ايضا تكلف ملايين الدولارات، ايضا اسلحه كثيره جدا موجوده ما الى ذلك، يعني كثير يتساءل من اين هذه الاسلحه، من اين هذه الاموال، ايضا هناك دعم لوجستي، هناك دعم معلوماتي، هناك دعم اعلامي، الدعم يختلف من 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 من, من نوع الى نوع آخر. أيضا مصادر هذا الدعم، يعني ما كنا نأمله أنه أيضا في المشهد اللي حاصل اليوم أنه إعلام النظام السابق يعني للأسف الشديد أيضا يكون يحترم نفسه قليلا، يعني عندما يظهر بمانشيتات يحاول يخلق فتنة ما بين اليمن، ما بين الثوار، قوى الثورة، القوى السياسية، الرئيس ودول الخليج وما إلى ذلك. يعني لا، نحن نتحدث عن سفن تم إلقاء القبض عليها طبعا، وتم أسلحة قادمة من إيران، هناك تصريحات واضحة لرئيس الجمهورية تجاه إيران، هناك تصريحات لأيضا وزير الخارجية السابق واضحة، هناك تحليلات كثيرة جدا، هناك باحثون متخصصون في هذا المجال، وأيضا على رأسهم أستاذنا نبيل البكري الباحث والمحلل السياسي. رحبوا معي مشاهدينا الأفاضل به هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ نبيل، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. بعد 10 دقائق او ربع ساعه من الان الخبير والباحث في شؤون النزاعات المسلحه الاستاذ علي الذهب ايضا سيكون معنا. استاذي الفاضل، جماعات عنف تستمد ديمومتها وما تقوم به من تمويلات داخليه خارجيه مختلفه، انت يعني كيف ممكن توضح لنا الصوره في هذا الجانب؟ أولا لا يخفى على المراقب في المشهد السياسي اليمني أن هذه الجماعات هي جماعات يعني نشأت نتيجة طبيعية أو يعني من اللحظة الأولى نتيجة للسلاح أو بين دخان وبارود السلاح، وبالتالي لا تستطيع هذه الجماعات أن تظل بدون سلاح. لكن مسألة الدعم هذه الجماعات هو جزء كبير من هذا الدعم خلال الفترة هذه أو خلال ما بعد ثورة 11 فبراير. يدرك الجميع أن حصل هناك نوع من اللعب على ورقة الأسلحة التي كانت في حوزة بعض الوحدات الأمنية والعسكرية، وبعض الآخر من هذه الأسلحة أتت من خلال نهب مقدرات أو مخازن الدولة في مناطق الصراع والنزاع كما حصل في صعدة في عدد من الألوية التي يعني تم التآمر عليها من قبل بعض القيادات ومن قبل هذه الجماعات وتم السيطرة على أسلحتها. هذا مصدر. المصدر الآخر لهذا السلاح هو مصدر الدول الخارجية، دول إقليمية لها مخططات ولها استراتيجيات تجاه اليمن وتجاه المنطقة عموما، وعلى رأس هذه الدول هي إيران، بحكم أن إيران يعني أصبحت اليوم قوة فاعلة في على المشهد الإقليمي، وبالتالي استطاعت أن تدخل إلى المجتمعات العربية من خلال اللعب على ورقة الأقليات الشيعية، فهي المصدر الثاني لهذه لتسليح هذه الجماعات. المصدر الثالث وهو وخاصة في الحالة اليمنية، ندرك جميعا أن النظام السابق نظام علي عبد الله صالح كان يتحكم بكثير من الوحدات الأمنية والعسكرية ذات الجاهزية القتالية العالية التي تمتلك السلاح المتفوق. جزء كبير من هذا السلاح تم تسريبه قبل تسليم الرئاسة وقبل تسليم الرئيس علي عبد الله صالح يعني للسلطة من قبل وحدات من ما كان يسمى بالحرس الجمهوري من قبل بعض القيادات على رأس أحمد علي عبد الله صالح، حيث أنه كان هناك يعني بداية لتحالف بين هذه الجماعة جماعة الحوثي والرئيس علي عبد الله صالح، لكن كان يتم في حدود ضيق وفي سراديب العمل السياسي أو الكولس السياسية، بعكس ما هو ظاهر اليوم أصبح هناك نوع من الوضوح في هذا التحالف خلال يعني أكثر وضوحا من العامين الماضيين أو السابقين. فتم تسريب كثير من الأسلحة إلى هذه الجماعات من ترسانات الحرس الجمهوري وترسانات بعض الوحدات الأمنية المتقدمة القتالية. أوكي، هذا اللي حصل بعد طبعا في قبل أيضا موجود ما قبل الثورة، وانكشف أنه كانت لعبة الحروب الست كان فيها لعبة أخرى يعني نعم. وحتى الشيخ الصلاحي وغيره من الباحثين تحدثوا على أنه هناك كان مؤامرة على الجيش نفسه يعني في اليمن يعني. لكن أوكي، الآن علي صالح عندما غادر وغادر معه على ما يقال أنه غادر الجهة
انهم وكانه يغادر معركه وليس سلطه، يعني بانك انت تسحب سلاح، يعني كيف تقرا هذا ذلك المشهد؟ يعني اولا لا ننسى اليوم انه هناك توجيه من رئاسه الجمهوريه للنائب العام بالتحقيق مع او باستدعاء، يعني الرئيس هادي امر وزير الدفاع وزير الداخليه باستدعاء قادة سابقون في القوات المسلحة والداخلية على رأسهم أحمد علي عبد الله صالح ويحيى محمد عبد الله صالح للتحقيق حول عهد بأسلحة لم يتم ردها أو لم يتم تسليمها لوحداتها العسكرية. يعني هذه العهد يا أستاذي الفاضل هي قبل 2011 ولا ما بعد 2011 لا تسمى عهد؟ يعني هي من قبل 2011. أيوة. ويعني من قبل 2011 بحكم انهم كانوا يعني على قمه اهم الوحدات العسكريه والامنيه الممثله بالحرس الجمهوري والامن المركزي، وبالتالي هذه وحدات قتاليه كبيره ومنتشره في كل ارجاء الوطن وتمتلك من السلاح الكثير. لكن يعني من خلال انا اذكر تصريح لوزير الدفاع في احدى المرات انه قال انه هناك وحدات امنيه لم يعد من اسلحتها اقل من 50%، وبالتالي أين ذهب بقية السلاح؟ يعني أن هناك كثير من التساؤلات حول مصير هذه السلاح، وخاصة أنه سلاح متقدم ومتطور يتم تسريبه لجماعات العنف كالحوثي كالقاعدة، وبالتالي نحن أمام لحظة حقيقية لإعادة النظر في كثير من الاستراتيجيات في التعامل مع مثل هذه الجماعات التي أصبحت اليوم عبارة عن يعني نوع من المعرقلات للانتقال السياسي من خلال تحالفاتها مع يعني افراد النظام السابق. اوكي، خلينا انا وياك استاذ نبيل راح نشوف تقرير زميلنا ايضا وديع عطاء حول هذا الموضوع وحول المصادر الدعم، مصادر تغذيه العنف في اليمن، وايضا ندعو مشاهدينا المحترمين لمتابعه هذا التقرير. من اين يستمد الحوثي قوته؟ وما هي مصادر تمويله؟ وما الذي يشجعه ليستأسد على الشعب؟ وبمن يستقوي على الدوله؟ تساؤلات عادية ومنطقية تفرضها حالة التمرد المزمن التي يشهدها الوطن منذ نحو عقد من الزمن، تمرد تجاوز كل حدود الاحترام لهيبة الدولة وأسقط سلطة القانون. في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات يمكن القول أن ثمة معطيات وحقائق من شأنها توفير إجابات منطقية عن ذلك. مصادر محلية في صعدة تؤكد أن السلطات الحوثية تسيطر تماما على كل موارد الدولة، خزائن المالية والجمارك والضرائب جميعها بيد الحوثيين، لا يصل الدولة اليمنية منها ريال واحد. وفوق ذلك ما زالت الدولة ملتزمة بتوريد حصة صعدة من الموازنة السنوية كغيرها من المحافظات. بلغة الأرقام يجثم الحوثي على ما لا يقل عن 50 مليار ريال يفترض أن تكون في خزينة الدولة لا في خزائنه. فوق ذلك يفرض الحوثي على المحلات والمصالح والمتاجر ضرائب وغرامات أشبه ما تكون بالجزية ليستغلها في تمويل شرطته وسجونه الخاصة، ويطبع بها منهجا دراسيا خاصا يختلف عن منهج الدولة يعلم أطفال صعدة ثقافة القتل والرصاص. فضلا عن ذلك هناك من يقول إن المحافظ المعين من سيده الحوثي ما زال يمارس تجارته الخاصة في شراء السلاح وفقا لتسوية غير معلنة تعود بفوائد مالية مباشرة للحوثي. عدا عن ذلك للحوثي مصادر دعم وتمويل غير مباشرة تصله عبر حوالات وهمية لمؤسسات ولافتات تحمل أسماء من آل البيت الطيبين الطاهرين. عشرات الملايين تدخل على هيئة تبادل تجاري وصناعي بفواتير دفع مسبق وهمية بين تجار يمنيين وبين تجار إيرانيين أحيانا، وفي الأغلب تتم عبر وسطاء تجاريين من فئة الزنابيل. إضافة لذلك يستغل الحوثيون عشرات المزارع ومئات المحال والعقارات التي احتلوها وهجروا وطردوا أصحابها. أما عن الدعم العسكري المباشر فلن نضيف جديدا إذا ما تحدثنا عن سفن الموت القادم من الشرق الفارسي، وما زالت نتائج التحقيقات التي أجريت مع من تم القبض عليهم متلبسين في سفن السلاح الإيرانية قيد الكتم والتعتيم. إزاء هذه الحقائق والمعطيات ننتظر من الدولة إجراءات جادة من شأنها تجفيف منابع الدعم والتمويل لسرطان الفتنة الحوثية، على الأقل بتحرير خزائن فرع البنك المركزي التي هي من أموال الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون في صعدة. قبل ذلك هل تخضع موارد التمويل المشبوهة للرقابة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ أيضا شكرا لزميلنا وديع عطاء، وشكرا أيضا لزميلي العزيز محمد المغاربي الذي قرأ
علينا التقرير هذا. انا كنت اتمنى من زميلي وديع ايضا انه احنا نتكلم ايضا عن مصادر القاعده، مصادر ايضا الانقلابيين وفي البلد، لانه هذا موضوع حلقتنا يعني، وليس فقط مسائل الحوثيين يعني. فانا بسال هذا السؤال لضيفي العزيز، اذا تحدثنا يعني يعني مثلا يعني نفصل الموضوع قليلا يعني، الحوثيين يستمدوا مثلا من 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 السلاح موجود معاه مش عارف مين، وذن ربما من تعاون بينهم بين صالح او ما الى ذلك يعني حسب ما يقال يعني. لكن القاعدة ايضا المخربون ايضا ما الى ذلك يعني، وانت قد تحدثت عن ما نهب من قبل النظام السابق يعني. اولا مسألة القاعدة يعني الفارق الرئيسي بين القاعدة والحوثية ان القاعدة اصبحت تنظيم دولي، تنظيم دولي له امتدادات دولية، فضلا عن المتغيرات الجديدة التي طرأت على تنظيم القاعدة هي مسألة الاختراقات التي حصلت لهذا التنظيم من قبل بعض الأنظمة والأجهزة المخابراتية الدولية والإقليمية وحتى المحلية. وبالتالي نحن أمام حالة من يعني تنظيم القاعدة له امتدادات كبيرة ومسائل دعم تنظيم القاعدة، يعني حتى مثلا هناك في 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 في, في التنظيم من يقوم بصناعة الأسلحة يعني بحكم يعني الطبيعة التي فرضتها الحصار الأمني الدولي على هذا التنظيم. الجانب الآخر يعني نحن في اليمن السلاح ليس عامل مشكل يعني انعدامه مشكل لأي طرف يريد أن يتسلح، اليمن سوق مفتوحة للسلاح بل هناك. لكن كقراءة مثلا حجم ما يمتلكه القاعدة أمام ما يمتلكه الحوثيون يعني، القاعدة أنا أعتقد لا تمتلك من الأسلحة الكثير بحكم أنها تخوض حروب عصابات وعملية تفجير هنا أو هناك، لكن لا تفكر أو لم تصل إلى هذه المرحلة إلى أن تتحول إلى جيش نظامي كما أو بشمرجة كما يحصل في حالة جماعة الحوثي التي تجيش القبائل وتجيش أفرادها ويعني تمتلك معدات ثقيلة كدبابات وكمدرعات وكهمرات. وبالتالي يعني هناك فرق كبير جدا بين نوعية الأسلحة الموجودة عند الطرفين. أوكي، عادة لما نتكلم إحنا عن مصادر الدعم لجماعات العنف أو مش عارفة من هذا القبيل، فقط مصادر الدعم تكون السلاح أم ماذا يعني؟ هو أول مصادر الدعم هو لا يكون ممثلا بالسلاح يعني، لأنه السلاح موجود في السوق، لكن مصادر الدعم الرئيسية هي المال، وهذا المال يأتي عن طريق بطرق مختلفة وعدة يعني حوالات، عن طريق حتى غسل أموال يعني يحصل في دعم هذه الجماعات نوع من غسيل الأموال، إنه أموال تأخذ من يعني من تجارات محظورة مشبوهة كالمخدرات وكغيرها، ويتم من خلال يعني غسلها بشراء أسلحة أو شراء يعني أو حتى صفقات تجارية بعد ذلك يتم مقايضتها بأسلحة، وكما يحصل في كثير من المناطق اليمنية التي يوجد فيها يعني السلاح كأسواق الطلح في صعدة وجحانة في سنحان، هذه أسواق يعني ربما لا موجود حتى الدبابات فيها باستثناء الطائرات فقط لا توجد بها. لكن بالمقارنة إذا قارنا مثلا أسواق في اليمن موجودة ما إلى جانب ما بعد 2011 بعد النهب الكبير اللي حصل أو بعد إخراج كثير من المعسكرات، يعني الآن يقال أنه في أسلحة موجودة في مناطق مختلفة في اليمن بعد 2011 نهبت من الدولة تجاه سنحان تجاه مواقع مختلفة يمتلكها النظام السابق ما زال لحد الآن. هو تم في يعني جزء كبير من مما تم في مرحلة ما قبل التسليم انه تم تسريب أسلحة كبيرة من معسكرات ليس فقط باتجاه هذه الجماعات المسلحة، ولكن هناك مراكز لا زالت تتحالف مع هذا النظام، مراكز قبلية ومراكز ربما تجارية ووجهات، فتم تهريب كمية كبيرة من الأسلحة الى هذه المناطق او مناطق هذه المراكز والمشايخ وتم التستر عليها وهي من مخازن الدولة، وبالتالي هي لازالت اليوم يعني جزء منها يذهب إلى السوق من أجل البيع، وجزء لازال يمثل ربما يعني عملية احتياطية أو مسألة احتياطية لانتظار تفجير المشهد السياسي أو بمشهد عنف أو انقلاب أو ما شابه ذلك، وبالتالي يكون هذه الأطراف لديها القوى والسلاح الذي يمكنها من أن تحسم المعركة هنا وهناك. أوكي، إذن أنا وياك برحب بالأستاذ القدير الباحث وفي شؤون النزاعات المسلحة والخبير الأستاذ علي الذهب. أستاذ علي سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي، الجماعات العنف وأيضا كل هذا يعني بحاجة إلى تمويل، في وجهة نظرك أنت يعني من أولا كيف عملية التمويل تتم يعني هذه؟ أحييك وأحيي ضيفك في الاستوديو والسادة المشاهدين أيضا.
بالنسبة لمسألة التمويل، تلقى الجماعة المسلحة أو أيا كان نوعها أو اتجاهها، سواء كانت دينية أو تحررية أو إرهابية أو ما شابه ذلك، إلى الهجوم على الوحدات العسكرية أو البنوك أو المؤسسات أو حتى الاتجار غير المشروع، سواء بالأسلحة أو بالمخدرات أو بالتهريب الأطفال أو ما شابه ذلك. وأنت تلاحظ أو الجميع مدرك ما يدور مثلا في أفغانستان، تلاحظ أنه البلد تعتبر سوق رائج للمخدرات باتجاه روسيا وباتجاه الدول الأخرى المجاورة. في مناطق كثيرة أيضا في مناطق الإرهاب تستخدم أو يلجأ إلى مسألة الفدية، فأحيانا يجري اختطاف كثير من السواح الأجانب أو رجال الأعمال أو الدبلوماسيين، بحيث أنه يتم أو يؤخذ منهم فديات تؤخذ أو توظف في سبيل شراء الأسلحة والمعدات والتدريب والمؤن وما إلى ذلك، وربما قد ينشطون في البحر في أعمال القرصنة بأن يكون لهم جناح، خاصة إذا كانت تلك الجماعات المسلحة تمارس نشاطها بالقرب من الساحل كما هو في كما هو معلوم في منطقة الصومال. طب كيف تعلق على من يقول إن إيران تتدخل في اليمن طبعا، وأيضا حتى الرئيس نفسه يعني، وأيضا من مسؤولين كثير وجهوا تهم لإيران في تدخلها في اليمن، وأنه أصبحت لها علاقة حتى مع علي صالح، يعني كيف تعلق على هذا الموضوع؟ دون شك ما دامت الجهات الرسمية اعترفت بهذا الأمر فلا نجد نحن يعني المهتمين أو المواطن البسيط إلا أن يعني يصدق ما يدور، على اعتبار أنهم أن يعني إيران أرسلت كثير من الأسلحة إلى الحوثيين واكتشفت كثير من السفن في المحيط في الخليج العربي في خليج عدن وفي بحر العرب، منها جهان واحد وجهان اثنين، وكما صرح الرئيس هادي أيضا ورئيس جهاز الأمن القومي في السنة الماضية حول هذا الخصوص، بأن إيران تدعم الجماعات المسلحة الحوثية وتمدها بالمؤان وبالتدريب وما إلى ذلك. طب كخبير عسكري أيضا، يعني بعد 2011 وبعد تسليم معسكرات وكذا من قبل النظام السابق، يعني هل بالفعل يعني مثلا ممكن في معلومات مش عارفين تم نهب هذه المعسكرات، وأيضا لماذا هذا تم يعني؟ وبحقيقة الأمر هناك كما قلت لك هذه تعتبر من الأسواق الرمادية، حيث يكون التسريب من داخل المعسكرات لأسلحة مشروعة دخلت البلد بطريقة قانونية. هناك كان هناك صراع بين أجنحتي السلطة خلال الحروب الست التي دارت في صعدة، وبالتالي كان المواقف تتغير بين حين وآخر، فكان كل طرف يدعم الحوثيين نكاية بالطرف الآخر. فضلا عن ذلك كان هناك تسريب للأسلحة عن طريق الجنود والضباط الذين لا يراعون العرف العسكري ولا التقاليد العسكرية ولا الأمانة ولا الالتزام، بحيث يبيعون معداتهم وأسلحتهم أو حتى القادة العسكريين ذاتهم. وقد ضبطوا في أكثر من في الأعوام خلال الحروب الستة وقدموا إلى محاكمات عسكرية وهم معروفون ولا داعي لذكر أسمائهم، حيث أنهم هربوا الأسلحة لبعض الحوثيين وجرى الأخذ وقبض أسنانها بالسنان الزهيد. شكرا لك الأستاذ الخبير والباحث في شؤون النزاعات المسلحة الأستاذ علي الذهب، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي العزيز هنا الأستاذ نبيل البكاري الباحث والمحلل السياسي. كيف تقرأ يا أستاذ نبيل خطوات الرئيس طبعا في ما يقوم به رئيس الجمهورية الآن من محاولات يعني لتجفيف منابع ممكن تكون فيها أسلحة ما إلى ذلك أو في أي مكان ما؟ أنا أعتقد الإجراءات التي تمت خلال المرحلة أو الأيام القليلة الماضية هي كانت ليست مجرد يعني ردة فعل بقدر ما كانت نتيجة معلومات دقيقة استخباراتية حول إمكانيات جر المشهد إلى مزيد من العنف وربما الانقلاب العسكري على النظام على الرئيس هادي وسلطة التوافق الوطني. وبالتالي ما أقدمت عليه الحرس الرئاسي الحراسات الرئاسية في اقتحام قناة اليمن اليوم وكذلك محاصرة جامع 70 هي ربما جاءت هذه الخطوات نتيجة لوجود معلومات أكيدة لدى الجهات الرسمية أن هناك استعدادات معينة لإحداث فوضى معينة أو لربما تطور إلى مسألة إحداث انقلاب عسكري في البلاد. وبالتالي يعني جزء من معالجة هذا المشهد هو يتم عن طريق
إعادة الكثير من الأمور إلى نصابها الحقيقي يعني. ومن وفي مقدمة ذلك هي مسألة العهد العسكرية الموجودة لدى ضباط كانوا محسوبين على الجيش وهم اليوم خارج إطار سلطة السيادة الوطنية، يمتلكون هذه الأسلحة الثقيلة ويتصرفون بها باتجاه تشجيع جماعات العنف وباتجاه تجميع وتشجيع واستخدام مجاميع بلطجية سابقة لإحداث قلاقل هنا أو هناك. وبالتالي ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية وربما فعل متأخر كثيرا يعني. فلو افترض أنه يعني اليوم العملية السياسية تمضي دون وجود عوائق، لكن الحاصل أنه أصبحت هذه المراكز مراكز القوى التي يفترض أنها ذهبت إلى يعني استفادت من العملية السياسية وعملية المبادرة السياسية التي منحتها حصانة، وتذهب بعيدا عن أن تبقى مركز لإعاقة الانتقال السياسي بإحداث فلا يعني القلاقل وال يعني. أنت كباحث أيضا ترى أنه خطوات الرئيس لا يمكن تكون بهذه الصورة إلا بناء على معلومات، وأيضا ما يقوم بالرئيس الآن من تأكيدات في كل اجتماعه على عودة على إعادة أملاك الدولة يعني. يعني في ارتباط لفيلم موجود في البلد يعني؟ لا شك بذلك. أنا أعتقد أنه هذا التصرف لم يأتي وهو رسالة ليس فقط من قبل الرئيس هادي، هو رسالة المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي بدأ يستشعر خطورة هذه وجود هذه المراكز المعرقلة للانتقال السياسي في اليمن، وليست مجرد يعني عفوا كما يصور البعض أنه ضد صالح أو ما إلى ذلك، مسألة وطن يعني. المسألة مسألة وطن، مسألة يعني الأمن القومي للبلاد يعني. أنها تروح البلاد إلى جرها إلى مربع العنف من جديد، هي تعتبر من مسائل السيادية. وبالتالي الرئيس هادي يتصرف في هذه المرحلة وفق الإرادة الوطنية التي انتخبته لإخراج البلاد من هذه المرحلة، ولم يتصرف هادي مثل هذا التصرف. أعتقد أنه لن يحدث فارقا كبيرا عما كان عليه الوضع في السابق. وهذه أستاذي الفاضل، هذه المواقع أو هذه أو سمي ما سميت يعني في البلد، هذه تعتبر أيضا إحدى مصادر دعم العنف في اليمن يعني؟ هي مصادر رئيسية لدعم العنف في اليمن، أن تبقى أطراف كانت موجودة ضمن كمواقع أو شخوص أو ما إلى ذلك، كمواقع وكأملاك وكمؤسسات وكهيئات، أن تبقى هذه في خارج إطار سيادة الدولة، أعتقد أنها تمثل عوامل إقلاق وعوامل تفجير للمشهد السياسي. أوكي، أنا وياك يا أستاذي الفاضل بنذهب بنشوف أيضا زميلنا فارس الشعري، نشوفه عد لنا طبعا هذا الاستطلاع مع الناس، نشوفهم وهم يتحدثون عن مصادر دعم العنف في اليمن. نشوف زميلنا فارس الشعري. احنا بحث ما نسمع من المصادر الاعلامية يعني يقولوا انها ايران، ولكن احنا ندعو ابناء اليمن لتوحيد الكلمة وتوحيد الصف، وان هذه بلادنا نعيش فيها ناكل من خيراتها ونعيش سماعها. فالمخرب هو بيخرب، لا يفكر أنه يخرب لأجل المصلحة الشخصية، يخرب اليمن بأسرها. وهذه بلدنا ويجب أن نتعاون كلنا ونشوف ما هي مصلحة البلاد. الذي يغذي الجماعة المسلحة في اليمن بلا شك أنه علي عبد الله صالح وزمرته الفاسدة وإيران وغيرهم من المخربين. النظام السابق لأهدافه ومصالحه التي مضت، أو في أهداف خارجية أطراف خارجية ومنها ما يعني جماعة الحوثي تموها الأطراف الإيرانية، وفي برضو قلاقل الذي يدعم الجماعة المسلحة في اليمن هو الوحيد علي عفاش، لأن من مصلحة تخريب اليمن مصلحة تخريب اليمن هو عفاش. لماذا؟ علشان يقولوا الناس سلام الله على عفاش، لكننا لن نقول الكلمة هذا، لن نقول الكلمة هذا لأنه عدو الشعب، ما فيش غير عفاش. لم نعد ندري من يمول هذه الجماعات الإرهابية المسلحة، ولكن ما نعاني هذه الأيام من أوضاع مأساوية حلت على جميع المواطنين اليمنيين بالبؤس والمشاكل والمعاناة الشديدة كوضوح الشمس. ما فيش غير عفاش الذي يدعم الحويثة ويدعم جميع المخربين في اليمن كاملا، وهذا لن تغبى على أي أحد إلا من كان لا هي في ذهنه ولا يفكر وله عاقلا ولا يعني متعلما ولا، ولكنها واضحة. الذي يغذي الجماعة الإرهابية هو النظام السابق بعينه ولا أحدا غيره يغذي هذا، ولا بد أن نزيلهم نهائيا من هذه البلاد. معروف أن هذه الجماعات العنف
ازدادت من نشاطاتها بعد ثورة الشباب الشعبية السلمية. ربما يكون هذا السبب أن هناك قوة محلية فقدت مصالحها هنا فتريد زعزعة الأمن والاستقرار لكي تعود إلى مصالحها الشخصية. وأيضا هناك عوامل خارجية مساعدة أيضا لها نفس المصالح ولها نفس الأدوات المحلية التي تريد أن تستفيد منها في اليمن. والله جماعة العنف المسلحة في اليمن أكيد لها ممول و يعني خارجي إقليمي خارجي، بس أنا لا أعلم من، لكن إرادة الشعب فوق إرادة أي شيء، وإرادة الله فوق الجميع. طبعا كلام الناس هذا، وأنا يعني شوفوا ما شاء الله، يعني الناس يعني انفضح كل شيء، انكشف كل حاجة. يعني كان معنا استطلاع حول الإعلام، الناس قالت لا ما احناش يعني ما نشتيش غلاق لقناة يمن توداي. كلام رائع. اليوم بيقولوا النظام السابق يمول، هيزعلوا ناس يقول لك لا دولة اتفقوا معاهم مش عارف ايش. طب ودولاك اللي قالوا لا لإغلاق قناة يمن توداي ايش في؟ هذا وعي، الناس اصبحت واعية. حرية اعلام جميلة ورائعة جدا، وايضا عارفين انه تمويل السلاح وما الى ذلك يعني مش عارف مين بيتوجه على من، لانهم عارفين ايش صار بعد 2011. كيف تقرأ التعليقات؟ والله ما احتاج تعليق، التعليقات هذه واضحة يعني لا تحتاج ترجمة. الشعب هل كنت تتوقع انه ينكشف مثلا الجهات التي تقف وراء التمويل لهذه الدرجة مع كلنا نحن مع انه خلاص نطوي الصفحة ونمضي للامام؟ يعني اولا يعني العملية السياسية في اليمن تعيش مرحلة ارتدادات خطيرة، هذه الارتدادات تمثلت بتمدد العنف الى مشارف العاصمة، وكذلك ما حصل في المناطق الجنوبية من عنف يعني أكبر الجيش إلى أن ينزل إلى هذه المناطق ويخوض معارك ضارية فيها، وبالتالي هذه الأحداث هي تولد نوع من عمق الوعي الشعبي بخطورة هذه الجماعات وخطورة العنف المستخدم وخطورة التسلح وما الأطراف التي مصلحتها أن يبقى هذا العنف لإعادة الذهنية العامة للشارع اليمني إلى العودة إلى الترحم على النظام السابق الذي هو اليوم أصبح الجزء الرئيسي أو المحرك الرئيسي للعنف الموجود على المشهد السياسي. أوكي. أيضا يعني عفوا الشعب يعني ما يريد يروح للاحتراب والاقتتال، يعني يبدو أنه الصورة الجميلة الرائعة الذي رآها الشعب اليمني أجمع، أنا ما عاد بقولش الآن ساحة عن ساحة، اللي شافوا مشهد شباب الثورة وهم سلمية وما إلى ذلك مش عارفة، لا يريدون أي مشهد في اليمن أن يذهب إلى العنف. الطبيعة الذهنية اليمنية طبيعة برغماتية، اليمنيون يمتلكون فضلا عن الإشادة النبوية بالحكمة، هناك يعني من خلال الاجتماع السياسي أو تاريخ الاجتماع السياسي اليمني اليمنيون دائما يغلبون روح المنطق التسامح والتصالح على منطق الاحتراب والاقتتال. كون الأطراف هناك توازن للقوى في المشهد السياسي والمشهد التاريخي أيضا. أوكي. أن اليمن لا يمكن أن ينفرد بها طرف. أوكي. دون طرف. أستاذ ربيل، لجنة العقوبات موجودة في اليمن، في رأيك أنت يعني لجنة العقوبات هذه الآن ما الذي ممكن تتخذه تجاه مصادر دعم العنف في اليمن سواء كانت داخلية أو خارجية؟ هو واضح من خلال القرار الذي اتخذ، يعني القرار 2140. نعم. هذا القرار كان واضح في أدبياته وفي تفاصيله أنه كل الأطراف التي أو أي طرف يثبت عنه أنه يشعل عنف أو يمثل عرقلة في ضرب مؤسسات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها العسكرية والأمنية يعتبر طرف معرقل العملية السياسية، وبالتالي هم اليوم اللجنة الموجودة هي لجنة الخبراء التي جاءت لتلاحظ على الأرض على الواقع ما الذي يجري، وهي في سبيل استقصاء المزيد من المعلومات حول الأطراف الرئيسية التي تساهم في إزجاء أو في زيادة وتيرة العنف في المشهد، وبالتالي نعتقد أنه ستكون قرارات اللجنة في هذه المرحلة واضحة، وهي واضحة من الآن من خلال القرارات الأخيرة التي تحرك بها صالح في تشكيل حكومة. هل خطوات الرئيس هذه ترتبط أيضا بوجود لجنة العقوبات في البلد؟ أنا أعتقد أنها ترتبط ارتباط كبير بهذا. أوكي. طب ألا يلفت انتباهك هذا التحدي من قبل جماعات العنف في اليمن أنه لجنة العقوبات موجودة وهي تخترق وهي تضرب وهي تقتل وهي تفجر وهي تحاول أن تنقلب؟ اولا اي تصرف من هذا القبيل هو مردود على هذه الاطراف. ما لفتش انتباهك التحدي كيف؟ هذا التحدي اولا هذه الجماعات او يعني مجلس الامن ولجنه الخبراء
هي المعنية بالرد على مثل هذه التصرفات، بحكم أنه هناك قرار بند سابع ينتظر مصير هذه الجماعات وينتظر كل الأطراف. على يكون هذا التحدي هو كان آخر سلاح ممكن يستخدموه علشان يعني عفوا قبل لجنة العقوبات؟ التحدي أولا هو يؤكد لنا دليل كان غامضا أنه يعني هذه الجماعات تسعى إلى يعني آخر أوراق التي تمتلكها هي إثارة الفوضى، وهي لم تعد لديها أكبر من أو لا تستطيع، يعني هي تظن أنها ستنتصر على الجميع، ستعمل واقع، أنا أقصد واقع آخر يعني ممكن يؤمن به أي أحد بعدين. نعم، هي تدرك إن أو تدرك جيدا أنها لن تستطيع أن تغير المعادلة السياسية الموجودة، ولكن هي تحاول على أمل أن تستطيع أن تحقق بعض الاختراقات في المشهد. أوكي، آخر سؤال لك سيدي الفاضل، يعني هل سنرى خطوات جديدة أو خطوات أخرى أيضا لرئيس الجمهورية لتجفيف منابع أي الإرهاب، منابع الدعم العنف في اليمن؟ يعني أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة بالذات الرئيس هذه بدأ يتخذ أكثر من خطوة وأكثر من على جوانب مختلفة في أكثر من صعيد وأكثر من اتجاه، وبالتالي أنا أعتقد أنه في هناك مبشرات أنه ستكون المرحلة القادمة فيها نوع من الحزم في التعامل مع هذه الظواهر التي تعرق المشهد السياسي. شكرا لك الأستاذ القدير نبيل البكيري الخبير الباحث والمحلل السياسي، وأيضا نشكر الأستاذ علي الذهاب الخبير الباحث في شؤون النزاعات المسلحة. شكرا أيضا لطاقم العالم اللي هنا مصورين وإخراج وإنتاج، شكرا لزملائنا أيضا في مكتب لندن، شكرا للجميع. دائما نتفائل ونقول يوم جديد ندعو فيه للسلام والمحبة وللتلاحم، ونقف دائما ضد العنف. طبعا أنا بس كلمة صغيرة جدا أستاذ عاصم، أنا بس بقول لكل الذين مثلا يمر اسمهم أو ما إلى ذلك داخل تقاريرنا وأخبارنا مش عارفين كذا، أنه نحن نحترم الجميع بلا استثناء، وخاصة نحن بنقول لزملائنا كلهم المؤتمريين مش عارفين، فقط الكلمة لكم أنتم أنكم تقفوا ضد من يزعزع أمن البلد يعني واستقراره، ونحن في السفينة سواء سفينة السلام والمحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.